أكد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد دكتور محسن عبد الوهاب بأنه تم الانتهاء من زراعة 91 ألف فدان بمحصول القمح للموسم الزراعي الحالي. وأوضح عبد الوهاب أن المستثمرين بمنطقة شرق العوينات زرعوا حتى الآن 45 ألف فدان، بينما زرع الأهالي بمدينة الفرافرة والدخلة والبلاط والخرجة وباريس ما يقرب من 46 ألف فدان، وأن المستهدف زراعته من محصول القمح خلال الموسم الحالي هو 142 ألف فدان. وأضاف أن أعمال المتابعة لزراعة القمح وإرشاد المزارعين تتم بالمرور أسبوعيا على مناطق زراعة القمح لتلافي أي شكاوى من المزارعين فيما يتعلق بأعمال المكافحة أو موضوعات أخرى متعلقة بزراعة الموسم الشتوي. ده كمان خبر الحقيقة مبهج للغاية، محصول القمح محصول استراتيجي. خلينا نشوف رأي دكتور محسن عبد الوهاب وكيل زراعة الوادي الجديد إيه وتعليقه على هذا الخبر. دكتور محسن أهلا بك. دكتور محسن ألو. اهلا وسهلا، تعليق حضرتك يا دكتور على هذا الخبر، و يعني هل هذه الكميه ان شاء الله هتكون فيها زياده ان شاء الله بانتهاء موسم القمح لهذا العام؟ اولا احنا بنشكركم للتواصل معانا، وقناه مصر الزراعيه عملت معانا نقله نوعيه حاليا، فاحنا بنقدم شكرنا للقناه، اولا بنقدم شكرنا للمزارعين على مستوى مصر كلها عامه وعلى مستوى الوادي الجديد بصفه خاصه. احنا بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي عندنا مستهدف 142 الف. الخبر اللي حضرتك قلتيه صحيح، بس ده كان امبارح واول امبارح. النهارده باذن الله تعالى البيان اللي عندي 106671 فدان تم زراعته بالفعل على ارض الواقع من اجمالي 142 الف بنسبه 35%. اما بالنسبه للمرور والارشاد فاحنا يمكن في الشهر اللي فات بس عملنا 43 ندوه ارشاديه، يمكن التركيز كان على الاقماح محصول استراتيجي بالنسبه لمصر وبالنسبه للوادي الجديد، لانه في الوادي الجديد في الخطه الحكوميه المليون و18 الف فدان لينا نصيب حوالي 54% ان شاء الله تعالى اللي بدات بالفعل ب 10,000 فدان. الحاجة الثانية اللي عاوزة أذكرها لحضرتك إن بالنسبة للأسمدة الكيماوية ما عندناش مزارع واحد بيشكو من عدم صرف الأسمدة، صرفنا أو فتحنا صرف لكامل المقرر السنة دي للقمح، وكمان فتحنا صرف للمحاصيل الأخرى زي الخضار وزي الفول وبعض المنتجات الأخرى والنخيل بالأخص، لأنه ثروة قومية هائلة في الوادي الجديد. أنا بس عايز أضيف كمان إن إحنا عملنا مرور على المراكز وعلى الجمعيات التعاونية الحمد لله تعالى بالتعاون مع بعض جهات المتابعة من مديريات الزراعة والبحوث الزراعية، ولا توجد أي مخالفة في جميع جمعيات التعاون الزراعي بالوادي الجديد حتى الآن. إحنا استوفينا حوالي 50% من الجمعيات، وجاري المتابعة الدورية واليومية للجمعيات علشان نتأكد من كيفية الصرف والانضباط في الصرف بالالتزام بالضوابط الموضوعة من الوزارة ومن مديرية الزراعة، والحمد لله لحد دلوقتي لا توجد أي شكوى ولا يوجد أي تجاوز بفضل الله. تمام. طيب دكتور محسن ادينا فكرة عن بعض المشاكل المتعلقة بهذا الموسم الزراعي الشتوي. احنا الحمد لله ما عندناش مشكلات الا حاجه واحده بس، ان بعض المستثمرين كبار المستثمرين لما خدوا زمان من حوالي 15 20 سنه اراضي، ففي منهم اتصرف ووزعها لصغار المزارعين. صغار المزارعين دول الارض بتاعتهم ارض اصبحت غير مقننه بالنسبه ليا، ولكن هي ارض استثمار، فاحنا هم بيطالبوا انهم عايزين بطاقه حيازه خدمات زراعيه، انا ما بقدرش اطلع له الخدمات الزراعيه دي لان دي ارض استثمار وسلمت استثمار، وانا قلت لهم اتوجهوا للهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، واحنا كمان خطبناها. يمكن دي اهم مشكله بتواجهني خصوصا في الموسم الشتوي.
انما الحمد لله الموسم لحد الان يعني بيمر بامان وما عندناش اي مشكلات اخرى، لا في مكافحه الافات ولا في الندوات الارشاديه ولا في الاسمده، ودي اهم نقطه عندي. تمام. فالحمد لله رب العالمين الامور مستقره. الحمد لله يا رب دايما يا دكتور. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن عبد الوهاب وكيل زراعه الوادي الجديد. القمح محصول استراتيجي، خلينا على قد ما نقدر نركز عليه لانه فعلا يعني نفسنا نحقق الاكتفاء الذاتي مش بس في القمح ولكن في باقي المحاصيل الاستراتيجيه.